السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناتكم جيمز ماستر. عدنا لكم في حلقه جديده من لعبه عالم ابطال الديجيتال الجزء الثاني او ديجيمون وورد 2. فسنحاول امساك اللي هو كرابومون، هو الديجيمون نعدات السلطعون. حسنا نظهر تويكار مره اخرى، نستخدم ايضا مره اخرى تويكار مره اخرى، نصبح القلب الوسط. حسنا نهاجم الآن. حسنا أصدقائي، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى تظهر لكم جميع الحلقات الجديدة أول بأول. لا تنسوا اللايكات والكومنتات والقلوب الصفراء والدعم المستمر للقناة حتى نستمر في نشر الحلقات الجديدة أول بأول. حسنا هاو صندوق يستخدم النوفا بلاست انفجار النجمة 59 نقطة. اوكي، تم القضاء عليها الزخافة النار. هل سينضم لنا ام لا؟ اجل، انه لقد اراد الانضمام لنا. اختار اوكي يس، نبقي اسمه كما هو. اختار اوكي. حسنا نعود الان اصدقاء لقاعدة الديجيمونات. اختار اوتو بايلوت، وضع الطيران الالي. نعود الآن إلى العالم الرقمي أو العالم الحقيقي عفوا عند كارول أصدقائي. نقوم بتبديل كاربمون مع اللي هو ويزردمون. حسنا نذهب الآن، نذهب إلى الديجيمون سنتر. نقوم بالتبديل أصدقائنا. أوكي، نختار يس. نقوم بالتبادل الآن، نحصل على وزارد مون بدل كراب مون. حسنا نرى الديجيمون اللي حصلنا عليه، هي وزارد مون ليفل 11. اوكي تمام. حسنا نخرج، نعود ثانية للعالم الحقيقي، نعود مرة أخرى لعالم كارول. عشان نقوم بالتحدث مع كارول أصدقائنا، نقوم بحفظ اللعبة. بعد أن حصلنا على ويزارد مون على الساحر الديجيمون الساحر، حسنا نقوم بحفظ اللعبة. تم حفظ اللعبة بنجاح. حسنا نذهب إلى مرحلة الويب دومين. حسنا تجنب الديجيمونات، نذهب إلى الطابق الثاني. أيضا الثعلب جيزمون مرة أخرى. حسنا نهرب منه، نذهب نحاول الذهاب إلى الطابق الثالث الآن. أيضا جازمون آخر، استمر بالتقدم أصدقائي. نحن الآن ما زلنا في الطابق الثاني، نبحث عن طريق النهاية. حسنا نصعد إلى الأعلى، الأعلى المغلق. حسنا ننزل إلى الأسفل، نبقى نستمر بالنزول. حسنا الغول الثلجي والغول الأخضر أعتقد، أم الاثنين غول ثلجي؟ لا، الغول الأخضر والأزرق. حسنا أختار رنوي، أختار الهرب. حسنا فرنا بينهم بنجاح أصدقائنا الغيلان الاثنين. ننظر هنا إذا يوجد طريق أو نهاية. أوكي، طريق مغلق للأسف. أو كل هذا اللفة على الفاضي يعني. حسنا نصعد للأعلى، نستمر بالصعود أصدقائي. نصعد ثانية، كانت اللفة كلها غلط ومسدود الطريق. حسنا ننزل للأسفل، هذا الطريق للأسفل الآن. اوكي لحظة، نرى اذا كان في طريق هنا.
اوكي نستمر بالنزول. حسنا ها هو الطريق من هنا اصدقائنا. حسنا جازيمون صادنا هذه المرة. حسنا اختار رانوي الهرب، نهرب منه بنجاح. حسنا استمر بالتقدم اصدقائي. وصلنا للطابق الثالث والآن نصل للطابق الرابع أيضا. حسنا نهرب من هؤلاء الاثنين. أو لا، اصطدم بنا وحش الغيرات، هو وديبيمون. أوكي نختار رانوي، نهرب منهم أصدقائنا، نهرب بنجاح. حسنا نستمر بالهرب أو بالتقدم. حسنا نهرب من جازيمون، نصعد للأعلى ثم لليسار ثم للأعلى، ها هي طريق النهاية. أوكي الغيار الثاني مرة أخرى، وغيار الظلام يصطدم بنا، نحاول الفرار. أوكي نجحنا بالفرار منهم، ننزل للأسفل أصدقائي. نذهب الآن إلى الطابق الخامس. حسنا نبحث السحلية لتهرب منا، لا تهاجمنا. حسنا نذهب الآن إلى الطابق السادس بعد الخامس. حسنا نحاول الوصول إلى نهاية الطابق الخامس، فلنستمر بالبحث عن مكان الطريق. اوكي السحلية هذه المرة اصطدمت بنا بيتمون. اوكي اوه كثير من الديجيمونات، نهرب منهم مرة اخرى. اوه خشوا بالشجرة. حسنا نتجنب ايضا اصدقاء ودمون وبيجيمون. نختار اوه لا فشلنا في الهرب، لماذا؟ حسنا سيهجم هذه المرة. 18 نقطة يخسر رعد الثلجي. وقت الحفلة 14 نقطة أيضا مرة أخرى. حاول الهرب ثانية. حسنا هذه المرة نجحنا بالهرب. حسنا نذهب للطابق السادس. الطابق السادس وليس الأخير. حسنا أعتقد أن الطابق السادس هو قبل الأخير، سيكون في الأغلب يوجد سابع فقط. حسنا طريق النهاية من هنا، استمر بالتقدم أصدقائي. ما قد وصلنا للطابق السابع وهو الطابق الأخير. نبحث عن الوحش النهاية. حسنا الطريق قد يكون من هنا أو من هنا. أوكي سنضطر لمواجهة شجور هذه الشجرة مرة أخرى. حسنا سأهجم هذه المرة. استخدم الجيجا بلاستر ايضا الصخرة او الانفجار المدمر. النار هل سيصمد امام نوفا بلاست الانفجار الناري والصاروخ المدمر؟ اوكي هجم. اوكي هجمت الشجرة. صنديد المدرع يهجم ايضا الصاروخ المدمر. 50 نقطة. اوه ما زال حيا. اخت الحفلة من فيجيمون 10 نقاط يتأثر رعد صنديد العادي. الصخرة الفولاذية الصلبة 27 نقطة على فيجيمون.
اوكي نستخدم الصخرة الصلبة، نستخدم هذا الهجمة، نقوم بالقضاء عليه الزقاري. حسنا نقوم بالقضاء على الشجرة هذه المرة، يهجم النوفا بلاست انفجار النجمة الزقاء من صندوق 52 نقطة. تم القضاء عليهم جميعا الزقاء بنجاح. حسنا 53 نقطة خبرة، بعض العناصر وبعض الأموال أيضا. حسنا استمر بالصعود. قضوا على ما يبدو الطريق من هنا كان. حسنا ها هو الوحش كاواغومون. كاواغومون حسنا نهزم أصدقاء كاواغومون، فلنرى مع هذول الثلاث ديجيمونات. اوكي نهجم نوغا بلاست على هذا، نهجم ايضا الصخرة الصلبة على هذا، نهجم الصاروخ المدمر ايضا عليه. حسنا ها هو الانفجار النجمي، 30 نقطة فقط. يهجم هو أيضا محطم اللؤلؤ، 16 نقطة. مخلب القاطع 21 نقطة، ويضعف دفاع رعد الثلجي. هذا يهجم هجوم كرة البولينج 27 نقطة. وهو يهجم أصدقاء رعب، هذا الأبيض 20 نقطة. صنديد المدرع يهجم الصاروخ المدمر 33 نقطة، هو ما زال صامدا. حسنا نهجم هذه المرة على من؟ نهجم على كاواغامون أوفر بلاست، هي الصخرة المدمرة. أو لا قبل ذلك بدي الكانون، بدي تشبي ديسك اعطيه لهذا نوفا بلاست على هذا، روك فيست على هذا، جيجا بلاستر على هذا. اوكي حسنا سعيد 40 نقطة من الاتشبي اصدقائي. محطم اللؤلؤ مرة اخرى، يهجم على صنديد المدرع 17 نقطة. وهذا المخلب القاطع، لا هذه المرة الكتثريد تهديد الكهرباء 19 نقطة. هجوم الصاروخ المدمر 42 نقطة. الحبر يهجم هجوم الحبر 22 نقطة. عالم بهجمه كله مع صنديد المدرع. حسنا الصخرة الصلبة 20 نقطة. تم القضاء أخيرا على أول ديجيمون منهم، صنديد العادي نوفا بلاست انفجار النجمي مرة أخرى 38 نقطة. حسنا نهجم نوفا بلاست روك فيست. اوكي هجوم الانتربت اوكي اللي هو القاطع. اوكي لا خليه يهجم على الحبر هذا 27 نقطة. اوكي هذا منخ هجم عليه 36 نقطة. لأن حتى لو هجم احنا يهجم هجوم ضعيف، هو المخلب القاطع 8 نقاط. ها هو رعد الأبيض يهجم الصخرة الصلبة 20 نقطة. اوكي فشل هجومه تمام. نهجم النوفا بلاست، نهجم الصخرة الصلبة، نهجم جيجا بلاستر. حسنا فلنرى كيف سيصمد اصدقائي هذا الاخطبوط. ها هي الصخرة الصلبة 20 نقطة، يهجم الان
حبر قوي 22 نقطة على صنديد المدرع. نوفا بلاست انفجار النجم من صنديد 32 نقطة. ها هو الصاروخ المدمر من صنديد المدرع 33 نقطة أخرى. ما زال صامدا الأخطبوط. سأختار كانون اتش بي ديسك نعطيها للصخر الأبيض. نهجم مرة أخرى نوفا بلاست روك فيست ونهجم أيضا مرة أخرى جيجا بلاستر الصاروخ المدمر. احتياطا حتى لا إذا هجم عليه ما يموتش. يعني هيو هجم هجم هذه المرة على صنديد 20 نقطة فقط. صنديد الصخرة الصلبة 20 نقطة أخرى. تم هزيمة أصدقائي آخر وحش من الوحوش النهائية في هذه المرحلة. ويرتفع مستوى صنديد ومرتفع مستوى سناو جمون 195 نقطة خبرة و1000 من الأموال. حسنا هذا رائع. نستمر بالتقدم أصدقائي. نختار الخروج. أعتقد أنهينا هذه المرحلة. ويب يومين حسبني. حسنا نعود ثانية إلى كارول إلى العالم الواقعي. نذهب إلى الديجيمون سنتر هنا. هو ديجيمون تبادل ديجيمونات. حاليا لا يوجد أي شيء. سنعود ثانية. حسنا نتحدث مع كارول مرة أخرى. الويب دومين انهيناها بنجاح اصدقائنا. نقوم بحفظ اللعبة الآن. حسنا الأصدقاء بعد أن قمنا بالحفظ اللعبة. حسنا الأصدقاء إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من لعبة ديجيمون وورد 2 عالم أبطال الديجيتال الجزء الثاني. نراكم في الحلقة القادمة. إلى اللقاء.